أحد تجلى بالوصال أيها الأحباب والخير بدا اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى أبحرت فينا مضامين الخيال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى بين تفسير المعاني. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج اقرأوا القرآن. في مطلع حلقة اليوم نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. مشاهدين الكرام، في مطلع حلقة اليوم أرحب بأصحاب الفضيلة معنا في هذه الحلقة: فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور. يا مرحبا دكتور هاشم، حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. وباسمكم أيضا مشاهدين الكرام أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله يا دكتور، بارك الله فيكم. وأرحب أيضا بطلاب العلم المشاركين معنا في حلقات البرنامج، حياكم الله. مشاهدين الكرام، قد استمعنا إلى الآيات الأخيرة من سورة الكهف، ونطلب من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي أن يحدثنا عن شيء من أحكام التلاوة والتجويد الواردة في هذه الآيات. بسم الله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده وعلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد، في قوله تعالى إن الذين آمنوا، إن حرف مشدد، حرف أغن أو غن مشدد، مقدار الغن فيه حركتين. إن الذين آمنوا، ده يسمى مد بدل، وليس لأحد أن يمد هذا المد أكثر من حركتين إلا في رواية ورش، هكذا آمنوا، ما يجوز أن نقول آمنوا إلا في إذا كنت أقرأ برواية ورش. إن الذين آمنوا وعملوا، مد طبيعي مقداره حركتين، لا يزاد عن ذلك. آمنوا وعملوا، وعملوا الصالحات، كذلك الألفات في الصالحات مد طبيعي،
وقلنا سابقا ان المد الطبيعي لا يزاد في المقدار عن مقدار الحركتين، اللي هي الطبيعة السليمة عند الإنسان السوي عندما يقول هكذا الصالحات، انما عندما يقول الصالحات يبقى ده شيء غير طبيعي. ولذلك كما سبق قلنا ان المد الطبيعي سموه مدا طبيعيا لان صاحب الطبيعة السليمة اللي هو الإنسان السوي اللي لسانه مستقيم لا يزيد في مقدار المدود ولا ينقص عنها، هكذا كما ينطق زي ما بيقولوا اقرأ كما تتكلم. نعم، بطبيعته. نعم. طيب شيخنا الكريم، بعضهم إذا قرأ بسرعة فيقرأها إن الذين آمنوا وعملوا، هل هذا يصح؟ بالمناسبة أحسنت أنك ذكرتني بهذا، أقول يعني موجها أو مرشدا لمشاهدين أو مشاهدات الحلقة إن هذه الأمور تكاد تكون متفشية في كثير من القراء، ولكن لننظر إلى قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. لا يمكن لك أن تحقق الترتيل إلا بالتودة والطمأنينة وإعطاء كل ذي حرف حقه ومستحقه، كل حرف يأخذ حقه ومستحقه. فإذا كان حرف المد الطبيعي مقداره حركتين زي حضرتك بتقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكذا نرتل هكذا، ولا أقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، مش ده قرآن، ليس هذا بقرآن وليست هذه قراءة صحيحة. وللأسف إن الكثير من إخواننا ومن يتعرض للقراءة يقرأ هكذا، هذه القراءة ليست صحيحة ولا يقبل وليس من ورائها ثواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا قرأ رتل ترتيلا صحيحا يفهمه عنه كل من يستمع له. إذا كان هذا في الحديث الصحيح كانت يعني عندما كان يتحدث بالحديث فكان لو استطاع العد أن يعده لعده حرفا حرفا، فما بالك بقراءة القرآن وهي أكثر تؤدى وطمأنينة. فحتى نحقق قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا نقرأه بتؤدى وطمأنينة مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من مد من تفخيم من ترقيق هكذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت كل هذه مدود طبيعية، كانت لهم جنات، لهم جنات الميم الساكنة بعدها الجيم، وهذا من باب الإظهار الشفوي، لأن الميم الساكنة لذا لم يكن بعدها حرف مثلها ميم مثلها أو باء فيبقى مظهرة ونقال عنها إظهار شفوي. لهم جنات حرف غنة مشدد، جنات مد طبيعي، الفردوس اللام قمرية، والفردوس مد إيه اسمه؟ اللين. لين، ما أقولش مد، أقول حرف لين. الفردوس حرف الواو هنا لينية، لأن الواو والياء إما أن يكون ساكنتان مكسور ما قبل الياء أو مضموم ما قبل الواو ويقال عنهما مد حروف مد، وإما أن يكون ساكنتان مفتوح ما قبلهما فيكونان إيه مد حروف لينية. وإذا وقفنا عليها كخوف أو بيت فيبقى نسميه حرف مد ولين، اجتمع فيه الصفتين، يقال عنه حرف لين ويقال عنه حرف مد. فعندما نقول خوف أو بيت نقول مد لين عارض للسكون، فتصبح أحكامه كأحكام العارض للسكون. أحسنت. طيب شيخنا الكريم، مرت علينا التاء كانت لهم فيها صفة الهمز. نعم. لا أنا لا أقول إن إحنا نهمل هذه الصفة ولا نبالغ فيها، يعني ما نقولش مثلا كانت لهم جنات فين صفة الهمز ميتة، أو ما أبالغش في إظهارها حتى يتولد منها حرف آخر، أقول كانت لهم جنات، لا حرف سين ولا شين ولا أي حرف آخر. بالضبط. كانت بص حضرتك كانت لهم خفيفة جدا، إنما كانت لهم جئت بإيه ولدت تولد منها حرف آخر، أو كانت لهم بدون صفة الهمس ما ينفعش، لأن صفة الهمس بيعرفوه بأنه هو الخفاء، عندما تهمس في أذن أحد تقول تخفي في أذنيه كلاما لا يسمعه أحد،
ويقال أن تعريفه في اصطلاح القراء هو جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف، خلي بالك، لضعف اعتماد المخرج عليه. فلما كان هذا الحرف ضعيف في المخرج يجري معه النفس عند النطق به، فعندما نقول كانت هذا هذه الحركة اللي بيسموها همس دي بتعتبر يجري معها النفس لضعف الاعتماد على المخرج في حرف التاء، وهكذا. طيب شيخنا الكريم، كلمة جنات بعضهم يقرأها هكذا، كانت لهم جنات الفردوس بدون غنة، نعم، يشدد فقط، هل هذا يصح؟ لا لا، احنا نقول ان هذه الاحكام يعني كالغنة في مقدارها المقدر بمقدار حركتين، هو تقدير الحركات قدره العلماء من اجل الضبط، ان ينضبط القراء في هذه المقادير، لكن الأصل في هذه الأمور مصدره إلى التلقي والمشافة، عندما تلقاه الأصحاب عن رسول الله وتلقاه الرسول عن سيدنا جبريل إلى أن وصل إلينا، تلقوه مشافاة وبالعين وبالإيه بالأذن، هكذا المقادير ضبطوها، لكن إحنا نقول مقدار حركتين أو أربعة على من أجل إيه أن يكون هناك ميزان لا يزاد عنه ولا ينقص عنه. حضرتك نعم، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين نزلا، مد طبيعي أقول نزلا ولا نزلا، برضو مهم جدا، نزلا أم نزلا أو نزلا، لا ثلاث صور بين القراء، من يقرأ نزلا غلط ومن يقرأ نزلا غلط، فالأولى فيها قصور والثانية فيها زيادة، أما الصح نزلا نزلا مقدار الحركتين. نعم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيك الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. مشاهدينا الكرام، ما زال اللقاء مستمرا معكم، فاصل قصير نعود بعده بإذن الله، فانتظرونا. اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى، بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم اقرأوا القرآن. نستأنف بتصحيح التلاوة لأحد ضيوفنا من طلاب العلم على فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي. من سيصحح تلاوته اليوم؟ إن شاء الله سأقرأ نهاية سورة الكهف برواية أبي الحارث عن علي الكسائي. بارك الله فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل لكم تعقيب أو تعليق على قراءة؟ نعم، هو كان يقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي، وقد لاحظنا أنه قرأ قول الله تعالى
أن تنفد كلمات ربي، فقال قبل أن ينفد كلمات ربي. وهنا نلاحظ أن الفعل نفذ في قراءة من يقرأ تنفد، وهناك من يقرأ ينفد. وهذا من الإعجاز الموجود في القرآن وفي قراءاته، وهو أن القراءات القرآنية اشترط العلماء لقبولها ثلاثة أركان حتى تكون القراءة صحيحة. من هذه الأركان أن توافق وجها من أوجه اللغة ولو ضعيف. فإذا نظرنا إلى قوله تعالى تنفد وينفد لوجدنا اللغة تسمح بذلك، لأن الكلمات الفاعل تنفد أو ينفد، الكلمات هنا ليست مؤنث حقيقي. ومن هنا الفاعل إذا لم يكن مؤنث حقيقي جاز في فعله التذكير والتأنيث. نقول قامت الحرب أو قام الحرب أو طلعت الشمس أو طلع الشمس هكذا، فكلمات لما لم تكن كذلك يعني لم تكن مؤنث حقيقي، وجاء الفعل بهذا بالتذكير والتأنيث، وهذا موافق للغة صحيحا لا غبار عليه، وهذا من إعجاز القرآن في قراءته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، ومع انتقالنا إلى جزء التفسير والتدبر، نستحضر قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ينتقل الحديث إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع ليحدثنا عن بعض المعاني والإرشادات من خلال هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، هذه الآيات هي خاتمة سورة الكهف. سورة الكهف سورة مكية موضوعها العصمة من الفتن، ولاية الله جل وعلا لعبده وعصمته له من الفتن. ولذا جاء في هذه السورة ذكر عدد من الفتن، فتنة الدين كما في قصة أصحاب الكهف، فتنة المال قصة الجنتين، فتنة العلم موسى والخضر، فتنة القوة في قصة ذي القرنين. وجاءت ولاية الله، وقد ذكرت كلمة ولي بتصاريفها في عدد من المرات في هذه السورة، إشارة إلى أنه لا عاصمة من هذه الفتن إلا ولاية الله جل وعلا لخلقه ولعبده. يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هم الذين جمعوا بين الإيمان وبين تصديقه بالعمل الصالح، ما جزاؤهم؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الجنات يكثر ذكرها في القرآن، الجنات جمع جنة، والجنة في لغة العرب من الاجتنان وهو الاستتار، والمراد بالجنة هو البستان ملتف الأشجار كثير الأشجار الذي يستر ما بداخله. ومنه قيل للجنين جنين لأنه مستتر في بطن أمه، وللجن جن لأنهم مستترون عن أعين الإنس، وللدرع مجن لأنه يستر المقاتل، وهكذا. فالجنة التي يكرم الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة ملتفة الأشجار عظيمة الأنهار، كانت لهم جنات الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. آمين. نزلا أي هي منزلهم الذي لا يغادرونه ولا يتحولون عنه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا البحر العظيم، وفي سورة لقمان والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنه جل وعز كل يوم هو في شأن، هو الخافض الرافع القابض الباسط، بيده مقاليد الأمور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا عبد الله، يا أمة الله، سرح عقلك وطرفك الآن في كل ما يجري في هذا الكون، إنه بأمر الله وكلماته، فكل ما يحصل من الحياة والممات والرزق والخلق والضعف والقوة والرفعة والضعة إنما هي بكلمات الله. فهل تنفد كلمات الله؟ حاشاه عز وجل.
ولو جئنا بمثله مددا. ثم هذه الآية الأخيرة التي ختمت بها هذه السورة فيها ذكر شروط قبول العمل. يقول الله جل وعلا بعد هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال قبلها جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما أنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما هو إلا بشر، فلا تعبدوه ولا تصرفوا له نوعا من التعظيم الذي لا يليق به، إنما هو عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المنزلة التي وضعها فيه رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يريد ويخاف لقاء الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول: فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليكون مرادا به وجه الله جل وعلا. وهذان الشرطان هو ما أشارت إليه سورة الملك في أولها، حين قال ربنا جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفعنا بكم وبعلمكم. مشاهدين الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع وطلاب العلم المشاركين معنا في هذه الحلقة. اللهم ارزقنا حب كتابك وحسن فهمه والعمل به. طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدين الكرام، وألقاكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى. بين تفسير هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.